جديد خلال 3 أيام. جيد، إحنا اليوم من أكتوبر، يعني حتى يومنا هذا هناك أكثر من 6 أشهر ومجلس النواب بلا رئيس. المسألة مرة عند الإطار ومرة بين الإطار والتقدم، ومرة حسم ومرة عزم ومرة اجتماع ومرة دول يرشحون ومرة ننتخب كريم، يعني كريم اللي انتخب وأصواته كانت مرتفعة، بدنا نروح للجولة الثانية وصارت لغوة وعركة. نعم. زين جيد، يعني هل هذا معقول؟ يعني من يتحمل مسؤولية عدم احترام المواد الدستورية، عدم الالتزام بالدستور؟ يعني كل دول العالم من يتوفى شخص أو يقال شخص في مسؤولية مهمة كرئيس دولة أو رئيس مجلس نواب أو غيرها يتم إحلالها طبقا للدستور. أما إحنا، وهذا هذه الفوضى الموجودة السياسية مع الأسف في مؤسسات الدولة تعود للمحاصصة الطائفية السياسية الإدارية. هذه المحاصصة أصلا في أساسها هي يعني خلل كبير في النظام السياسي، لأنها تشكل انتهاك للدستور. في الدستور لا توجد محاصصة طائفية، في الدستور لا يوجد صندوق، في الدستور لا يوجد أغلبية طائفية هنا وأغلبية طائفية هنا، وبالتالي هذه الأغلبية يتقرر مصير هذه المؤسسات. في كل دول العالم تذهب البرلمان، أي أغلبية موجودة في البرلمان إذا كانت من أي دين أو من أي قومية أو من أي كان،